نحن أكثر النساء حظاً في العالم، الحمد لله. كنا إماراتيات، سبحان الله. يمكن في مجال شغلي نحن نفاوض في العديد من المحافل الدولية، ويمكن صرنا أغلب بلدان العالم، ونشوف نقاشاتهم فيما يتعلق بحقوقهم، فيما يتعلق بكثير من حقوق المرأة. وكل مرة ندخل اجتماع أو نقاش ونسمع، نقعد نقول الحمد لله على نعمة دولة الإمارات وعلى دعمها لنا كنساء. اليوم كمرأة في دولة الإمارات، أنا أعطيت كل شيء، أعطيت تعليم من الأساس، تأسست، أعطيت التعليم، أعطيت الحرية، أعطيت الانفتاح، وأيضا دولتي علمتني أيضا في ظل هذا الانفتاح وفي وصولي ل يمكن مناصب كثيرة، أو في صول المرأة لأنها تكون يعني أحيانا حلمها في المريخ، لكن أيضا في نفس الوقت متمسكة بعاداتها وبالأصالة الإماراتية. هذا شيء يمكن جدا مميز للمرأة الإماراتية وما نجده في أغلب بقاع العالم.